تسهيل أكيد من طالبة جامعية إلى مدربة أشرفت على تنظيم دورة لفائدة الشباب والماكثين بالبيت. كانت لهم تحفيزا ولصقل مواهبهم. كانت الدورة تحت شعار رقم شغفك. في راسها دايره في بالها انه زوج ملايين ما حد لها والو ولا مليون ما حد لها والو، انت حتغير لها قناعاتها. لا مدام، كاين اللي بداو مشاريع ب 500000 وهي صغيره، مشاريع صغيره مصغره وكبرت. شكون بدا مشروع كبير؟ كاع بداو بحاجه صغيره. عندي برنامج خاص اسمه رقم شغفك. البرنامج هذا اختير بحب واختير بشغف، لانه انا كي كنت طالبه جامعيه كنت نعاني من مشاكل، وهذا البرنامج يعني يحل المشاكل اللي كنت انا نعاني منهم شخصيا. البرنامج هذا يحدد يعني الفئة نتاعو هي الشباب والماكثات في البيت، اللي عندهم حرفة ولا عندهم أمور محبين يوروها ولكن ما عرفوش يعني التسويق تاعهم، يا إما راه غلط يا إما ما راهمش يعرفوا يسوقوا بطريقة صحيحة. وبالنسبة كاين بزاف اللي متمكنين من مجال الحلويات ولا الطبخ ولا الحلاقة وغيرها، تلقاهم محبين يوروا الخدمة تاعهم وحابين الناس تتعلم منهم ولكن ما يعرفوش كيفاش. دوك البرنامج نتاعي يحل هذا المشاكل. بالنسبة لي أنا بديت في التدريب يعني مني كنت طالبة جامعية، كنت أنا مازلني نقرا كي بديت هذا المجال لأني نحبه وشغف فيه، يعني عندي شغف في هذا المجال. بالنسبة للمتربصات يعني اللي جاوا قراوا عندي حوالي 1200 متربصة و400 مشروع جسد على أرض الواقع، والحمد لله وهذا بفضل الله تعالى. الديكوراسيون تحقوا بالك دي بايات، تحقوا بالك دي ستيكرز تخدموا بهم. باغ اكزومبل كيما هنايا درت لكم لي ستيكرز ان روبون بهاد لابودين كامل، وشوفوا نتوما على حسب طلب الزبون ديالكم واش راهو حاب يكوموندي من عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا عائشه بوزيد طالبه، جيت تحت دوره رقم شغفك عند الاستاذ نسيم اكيد باش نطور من المهارات تاعي في التسويق ونعطي الناس يستفادوا من الخبره تاعي في مجال التسويق. هذه الدورات ننصح بها بزاف الناس، بزاف الشباب كل الفئات العمريه، باش يخطشي حيجوا يستفادوا منها. احتاجكم مهارات باش تطوروا من المهارات تاعكم في التسويق وتسوقوا وتعلموا الناس. يعني السلام عليكم، انا عبد الله منى متربصه في مجال الفوتوغرافي، جيت ندير في هذه الدوره رقم شغفك باش نقدم واش تعلمت انا في المجال الفوتوغرافي باش نعلمه للناس. هذه الدوره نفعت لي بزاف، عطات لي الثقه في نفسي وخرجتني من كنت ما نقدرش نمد للناس، دركا عرفت كيفاش نمد الميساج للناس. الدوره كانت لها بصمه خاصه على ذهن المتربصين، ما جعلهم يستفيدون من مجالاتهم الخاصه والتطوير منها.